واحدة من المواضيع اللي كمان بتهمنا في الاناليسج هي التوتال. لو فرضا بدي اجيب التوتال للكوجز للكروس بروفيت للريفينيو، كيف حنحسبها؟ هلا برضو بنروح بنرجع على الاناليسج وبنحسب او بنختار التوتال وبقول له شو كولوم جراند توتال، مجرد ما اضيفها بتظهر عندي الجراند توتال في نهاية كل الكولومز، كل كولوم فيهم تظهر نهايتها. ولكن اذا بتلاحظوا انا في عندي فترات زمنية مختلفة، يعني في عندي 2016 سنة 2016 وسنة 2017. كيف ممكن اخلي حسابات 2016 لحال وحسابات 2017 لحال؟ يعني هدول بطلع لي اياهم توتالي انه بشكل كامل كل السنوات، لكن لو انا معني او اجاني المدير التنفيذي بده يفهم قديش المبيعات كانت او الريفينيو في 2016 كلياتها، بس في 2016 بدون ما يشوف بدون مثلا اخر ثلاث سنين. طبعا نفس الشيء اللي بيحصل كالتالي، بروح انا اول شيء بدي اشيل هذا التوتال، بحكي له ان تشيك، خلاص راح. مشان اعمل سب توتال عليهم كلهم او على كل واحدة فيهم، بروح باخذ اد اول سب توتال، وبلاحظ من خلال اضافه التوتال سب توتال هذا انه عند نهايه كل سنه، مثلا قلنا 2016، لو بننزل هون في عندها التوتال الخاص فيها ل 2016، فكل وحده فيهم لها توتال خاص بيها مثل ما احنا شايفين هذا الروز. نفس الشيء بخصوص 2017، بيكون في عندها هذا التوتال اللي هو لكل كولوم او لكل مظبوط لكل كولوم له توتال خاص به. بهي الطريقه بنقدر نحسب التوتال، وهي عباره عن فانكشن فينا نقول جاهزه من خلال الاناليسيس بضيفها، سواء انا بحسب سب توتال على الجير، سب توتال على المانث. اوكي ممكن وهون احنا ميزنا ما بين التوتال والسب توتال، كيف احنا ممكن نجمعهم، وهي شغلات ممكن تفيدني في تجهيزي لموضوع وانا قبل ما احلل البيانات او انا بدرسها. هلا ننتقل لحاجه جديده. لو فرضا بدي اطلع قيمه نسبه مئويه، مثلا بدنا نحسب الجي ام. الجي ام بيساوي الكروس بروفيت على الريفينيو. لو مثلا بدنا نحسبهم من خلال الفانكشن، نقول كرييت كالكوليت فيلد واسميها مثلا جي ام بيرسنتج، تمام، واقول له انت عندك بدك تجيب الكروس بروفيت تقسيمة الريفينيو، تمام، واعملها اوكي. وبعد كده اجيب الجي ام واضيفها معي في داخل الجدول. بلاحظ انه النسبة المئوية اللي احنا بتطلع معنا قيم مش طبيعية، يعني احنا متخيلين انها تكون 10%، 20%، 25%، 1%، 90%، إلى ذلك من النسب المئوية. ولكن اللي بيطلع معنا مثلا 945، 1010، 1074، 1094، وهي قيم مش منطقية كنسبة مئوية. طب كيف ممكن إحنا نتصرف لحتى نطلعها بشكل نسبة مئوية؟ هلا رح نعمله، رح نرجع الجي أم مرة تانية مكانها، ونروح على الجي أم ونفتح جزئية الفورمات. او قبل الفورمات خلينا نعمل edit عليه، اللي هي اضافة فكرة السم ليهم، لانه هون هو لازم يجمع كل المجموعة حتى يقسم ويطلع نسبة مئوية. فبدي اقول له بدك تضيف الفانكشن اللي هو السم، والفانكشن سم هذا بياخد 2 parentheses، بالتالي انا هضيفه في parentheses خاص بي. وكمان الريفينيو نفس الشيء، هضيف له سم واضيف له parentheses الخاص بي، وبعد كده اعمل له ابلاي، تمام. هلا صار مطبق البرانثيسيس تبعي. حلو، هلا احنا ضفنا السم، اتفقنا عليه لانه حتى يجيب لي الحسابات لكل كولوم لكل مانث كيف بتكون الحسابات. هلا خلينا هلا نستضيفه او نضيفه ك كولوم جديد. بلاحظ النتائج اللي ظهرت عندي كلها اصفار،
تمام، إذا ملاحظين عندي كلها ظهرت بالأصفار. هلأ كيف ممكن إحنا نحل هاي المشكلة؟ ليه برضو ما طلعش عنا قيم نسبة مئوية مثل ما إحنا عارفين؟ لأنه إحنا بنحاول نوصل للقيم النسبة بالتالي شو الطريقة اللي إحنا لازم نعملها مشان نحاول نوصل للنسبة المئوية؟ ليك بتطلع عنا أصفار. هلأ الموضوع هذا بيرجع لفكرة الفورماتينج، فأنا هون بدي أبلش أعمل فورمات، أروح على الفورمات، مجرد ما أكبس عليها بتطلع لي النمبر. هلأ النمبر اللي أنا بدي إياه بدي أخده مثلا برسنتيج، نقول البرسنتيج هاي إذا بنلاحظ ظهرت عندي البرسنتيج على طول عندي في قائمة الجي إم أو في الكولوم الخاص بالجي إم. هلأ فيه من خلال ديسيمال بليسز إنه أحدد الرقم اللي أنا بدي إياه، مثلا بدي إياه 1 جاب لي إياه 1، بدي إياه 0 جاب لي رقم صحيح، أزودهم بجيب لي رقم، الأرقام بتكون مختلفة بناء على الديسيمال. تمام، إحنا نستكفي باتنين. بهاي الطريقة بنحسب فيهم موضوع الديسيمل، وهيك إحنا قدرنا نوصل للقيم اللي بنسعى لإلها اللي هي برسنتاج بشكل طبيعي. هلأ صرنا متعرفين على موضوع فينا نقول البرسنتاج كيف نعرضها والتوتال كيف نعرضها وكيف نحسبها. رح نستكمل في الفيديو الجاي موضوعنا وحديثنا عن الفلترز في التابلو.